بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. مشايخنا الأجلاء الأفاضل رئيس مجلس كسرى كفر سميع المحلي الأخ أبو وسام نبيه أسعد، رئيس مجلس عسفيا ورئيس المنتدى الأخ أبو عميد وجيه كيوف، شبابنا الواعد الواعي، أبناء عائلة أبو حميد، أيها الحشد الكريم، نلتقي اليوم في هذا الموقف المهيب مناهضين لأحد الأمراض الفتاكة التي حلت وللأسف بمجتمعنا المعروفي، مرض العنف البغيض والمقيت. جئنا اليوم لنوقظ الوجدان فينا، جئنا لأنه ما يجري اليوم بالقرى ما هو إلا احتلال لعادات وتقاليد ليست لنا. جئنا من أجل أن نقول أن القيم التوحيدية هي القيم التي يجب أن نسير في مسارنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالله نستعين، فهو القادر المعين الخالق الخالق الحي الباقي الدائم الذي لا يموت. إخواني إخوتي، شيوخا شبابا نساء وأطفالا، أود أن أشكركم من صميم قلبي الجريح الذبيح على وقوفكم معنا في مأساتنا، وقفة الأخ مع أخيه، فكأن وجودكم الضمادة التي منعت النزيف في الاستمرار من الاستمرار بالنزيف، والسور العظيم الذي حملنا ظهورنا حين انكسرت ظهورنا. إخواني إخواتي، الحياة هبة من رب الأرباب الواحد الوهاب، يهدينا إياها متى يشاء ويأخذها متى يشاء، وعلى مشيئة الباري نحن صابرون متكلون. ولكن الطريقة التي اختطفت بها ابنتنا بطريقة من المدرسة على بضعة أمتار من بيتها بطعنات حقد بيدر غدار غادر، كانت الطعنة التي قسمت ظهورنا وفتتت قلوبنا. لن ننساك يا وجدان، لكن حياتكم وحياة أطفالكم وأبنائكم غالية علينا، ولذا يجب أن نتكاتف عسى وعل تكون وجدان آخر ضحايا الغدر والعنف. العنف يبتدئ بالكلام وزرع الضغينة والتشهير والاتهامات ورد الشتيمة بالشتيمة، وكما قال الإمام الشافعي: إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صيني، لسانك لا تذكر به عورات امرأ فكلك عورات وللسان ألسن. فمن يخاف على نفسه لا يشهر بسواه، وللعنف ينبع من ضعف النفوس، فقوة هي كبت الذات والتغلب على نفسك والصبر على الملمات، وليس بالشتيمة والمسبات والتهجم على الغير. فالشر لا يجلب سوى الشر، ويجب أن نزرع في قلوب الجميع ما لا ترضاه لنفسك لا تفعله لغيرك. وأخيراً،